من لص للدجاج وقاطع طريق إلى مجاهد وبطل، هكذا زور آل الأسد سيرة لص الشلاليف أو لص الدجاج صالح العليف، حيث حولوا هذا اللص إلى مجاهد قاوم المستعمرين، وفي الحقيقة ما هو إلا عميل للفرنسيين، ولأنه كان قاطع طريق فقد كان خبيرا في طرقات الجبال، حيث ساعد الفرنسيين في احتلال الساحل السوري وقتال العثمانيين من خلال هذه الطرق، حيث استطاع الفرنسيون دخول الساحل بمساعدة صالح العلي وجماعته المسلحة، فقد استقر المحتل الفرنسي في الساحل السوري بناء على طلب العلويين قبل أن يدخلوا دمشق بعدة سنوات. صالح العلي هو مؤسس مدرسة التشبيح الأولى، فقد كان لقبه في طفولته لص الشلاليف، والشلوف بحسب لهجة جبال العلويين هي الدجاجة، أي أنه لص الدجاج. وعندما كبر ورث من والده مهنة قطع الطرق والسلب والسرقة، فقد أسس والده علي سليمان العلي مجموعة من اللصوص كانت مهمتهم الإغارة على القرى المجاورة. وعندما كبر صالح العلي ورث مهنة والده في السلب والنهب، ولكنه طور تلك المجموعة وعمل على لم شمل شباب النصيرية في جبال العلويين، وأصبحت مهمته بدل الإغارة على القرى العلوية المجاورة لقريته الإغارة على قرى طائفة الإسماعيليين. يقول محمد كرد علي في كتابه خطط الشام الجزء الثالث الصفحة 174 و175، أما مبعث ثورة صالح العلي فإن الدراسة التحليلية لها قادتنا إلى القول بأنها ترتبط أساساً بالصراع الذي كان قائماً بين النصيريين والإسماعيليين، وهو صراع قديم اشتد حين استولى الإسماعيلية على بلدة القدموس التي تعد من أهم مراكز النصيرية، وكان صالح العلي يشن هجماته عليها لطرد الإسماعيلية منها. ولما جاء الفرنسيون وتحالفوا مع الإسماعيليين فكان طبيعيا أن يهاجم صالح العلي الإسماعيلية وحلفائهم الفرنسيين، وبعدها أصبح صالح العلي ومجموعته المجرمة عصابة طائفية بامتياز، فأصبح همهم الإغارة على كل من يخالف منهجهم التشبيحي، وتطورت مجموعته من مجموعة صغيرة هدفها قطع الطرقات إلى مجموعات كبيرة تغير وتنهب جميع قرى الساحل المخالفة لهم من الإسماعيلية والمرشدية والمسيحية. وانتقل نشاط صالح العلي من الجبال والساحل إلى سهل الغاب ومناطق مصياف في حماة، وبعد أن قتل النساء والأطفال والشيوخ من الطائفة الإسماعيلية هربوا ولجأوا إلى حلب هربا من بطش الشبيح الأول صالح العلي. في سنة 2012 أخرج المندوب الفرنسي ووزير خارجيتها في الأمم المتحدة وثيقة تثبت طلب وجهاء العلويين عدم الخروج من سوريا والبقاء في الساحل لدعم العلويين ضد أبناء السنة، وكان من هؤلاء العلويون عزيز الهواش وسلمان المرشد وسليمان الأسد جد بشار الأسد، ورسائل أخرى تطالب الفرنسيين بإنشاء دولة للعلويين مستقلة عن سوريا عاصمتها اللاذقية وتحت وصاية فرنسا. وكانت هذه الرسائل بطلب من صالح العلي زعيم جميع العلويين ذلك الوقت. وبالفعل أسس الانتداب الفرنسي ما بين عامي 1920 إلى عام 1936 على الساحل السوري دولة للعلويين بعلم خاص على زاويته علم فرنسا، وتشمل هذه الدولة محافظتي اللاذقية وطرطوس، وسكانها هم من العلويين في الجبل الذين سكنوا المدن حديثا، ومن السنة السكان الأصليين للمدن الكبيرة، ومن المسيحيين وقليل من الإسماعيلية.
وها هو بشار الأسد، وقبله والده النافق حافظ الأسد، وعمه رفعت الأسد، يتخرجون من نفس المدرسة التشبيحية، يمتهنون القتل والتهجير في أبناء سوريا.